بڑی خبر اس وقت کویت سے آ رہی ہے، جہاں کویت کے امیر نافل الشیخ الاحمد الصبا کا انتقال ہو گیا ہے، اور ان کے انتقال کے بعد 40 دن کے کا جو سوگ ہوتا ہے اس کا اعلان ہوا ہے، آفیشیل اسٹیٹمنٹ اس کو لے کر کے جاری ہوا ہے، وہ سناتے ہیں آپ کو. إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة، وفاة المغفور له بإذن الله تعالى. حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، الذي انتقل إلى جوار ربه ظهر اليوم السبت الموافق 3 جمادى الآخر 1445 16 ديسمبر 2023، داعين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. حنا أجل نصلح، ما نبي نهدم، وفي بعض من يشوش ويعمل تشويش على النظام الجديد تغير. لا، أنا مع الدستور ومع القانون، ونمشي نفس الوضع اللي الله فيه، ومصرف مع القانون، ونمشي نفس الوضع اللي يتطلب فيه، ومطالبة شعبنا لازم نوفيها ونكمل عليه كل الطلبات اللي هم يعني يعانون منها. في الأحمد الجابر الصباح، النجل السادس لحاكم الكويت العاشر الشيخ أحمد الجابر المبارك الصباح، الذي حكم الكويت في الفترة بين عامي 1921 و1950. ولد الشيخ نواف في 25 يونيو عام 1937 في مدينة الكويت، درس في مدارس الكويت المختلفة منها الشرقية والمباركية، وواصل دراساته في أماكن مختلفة من البلاد. بدأ الشيخ نواف رحلة عمله السياسي بعد تولي مسؤوليات محافظة حولي، وتمكن من تحويل المحافظة التي كانت عبارة عن قرية إلى مدينة حضارية تعج بالنشاط التجاري والاقتصادي. يعتبر نواف المؤسس الحقيقي لوزارة الداخلية الكويتية بشكلها الحديث، من خلال توليه زمامها على مدى فترتين، الأولى من مارس 1978 إلى يناير 1988 2006. وعند تشكيل أول حكومة كويتية بعد حرب التحرير عام 1991، تم تكليف الشيخ نواف الأحمد بحقيبة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ثم تولى منصب نائب رئيس الحرس الوطني في 16 أكتوبر عام 1994. وفي العام 2003 صدر مرسوم أميري بتعيين الشيخ نواف نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية، ثم صدر مرسوم آخر في 7 فبراير 2006 بتزكيته وليا للعهد. وكان 20 فبراير عام 2006 يوم مبايعة مجلس الأمة الكويتية. أصابتهم مصيبة، قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، صدق الله العظيم. بقلوب يعتصرها الحزن والألم، عامرة بالإيمان بقضاء الله وقدره، مؤمنة بأمر الله تعالى ينعي مجلس الوزراء إلى أسرة الصباح الكريمة والشعب الكويتي الكريم، وإلى الأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى. والدنا وراعي مسيرتنا حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد رحمه الله، بعد مسيرة عاطرة حافلة بالبذل والعطاء والإنجاز، سطر خلالها صفحات مضيئة من الالتزام بالمبادئ
والقيم والمثل العليا في حياته التي كرسها لخدمة وطنه وأمتيه العربية والإسلامية. وبوفاته رحمه الله فقدت الكويت والأمتين العربية والإسلامية إنسانا أفنى حياته في تحقيق إنجازات وإسهامات نهجها القيم والمبادئ والأخلاق يشهد لها التاريخ. لندعو المولى العزيز القدير أن يجزي سموه بالرحمة الواسعة والمغفرة الحسنة وأن يسكنه فسيح جناته. وعملا بأحكام الدستور والمادة الرابعة من القانون رقم 4 لسنة 64 في شأن أحكام توارث الإمارة، فإن مجلس الوزراء ينادي بولي عهده حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أميرا لدولة الكويت، مبتهلين إلى المولى جلت قدرته أن يكلأ سموه بكريم عنايته ورعايته ويمده بموفور الصحة والعافية، وأن يعينه ويسدد على دروب الخير خطاه ويلهمه النجاح والتوفيق بما عرف عن سموه حفظه الله ورعاه من حكمة ووفاء وإخلاص لبلده وشعبه لكل ما فيه رفعة الكويت ومصلحتها وأمنها وازدهارها، ليكون لنا جميعا خير خلف لخير سلف، وإنه سبحانه سميع مجيب. وإزاء هذا المصاب الجلل تعلن دولة الكويت الحداد الرسمي لمدة 40 يوما وإغلاق الدوائر الرسمية لمدة 3 أيام ينتهي مساء يوم الثلاثاء 19/12/2023. إنا لله وإنا إليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة أرجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ببالغ الحزن والأسى ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه ظهر اليوم السبت الموافق 3/جمادى 1445 16/12/2023، داعين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن أميرنا ووالدنا في ذمتك وحبل جوارك، فقه من فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحمد. اللهم كما فتح لنا أبواب بيوتك في كل مكان، فافتح له أبواب الجنان. اللهم إن أميرنا. بتا دیں کہ آج کویت کے امیر نواف الاحمد الجبیر الصبا کا انتقال ہو گیا ہے. ان کے انتقال کے بعد پورے سعودی عرب میں، پورے مسلم جگت میں، اسلامک جگت میں ایک شوق کی لہر ہے. ہر طرف سے کنڈولینس کے میسیجز آ رہے ہیں. سعودی عرب کی طرف سے بھی بہت گہرا دکھ پرکٹ کیا گیا ہے، اور تمام دنیا بھر سے کویت کے امیر کے انتقال کے بعد یہ افسوس اور غم کا اظہار کیا جا رہا ہے. آپ سب بھی ان کے لیے دعا کریں، ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں.